أبعث الخراب في الأرض. إنها أمواج قوية جدا، نحن ننتظر الموجة التالية. يمكن للمذنبات أن تثير تسونامي. تم ربطها مع الزلازل الأرضية تحت الماء، والآن تم اكتشاف مصدر جديد لا يمكن توقعه. جزيرة غامضة ربما يسفر عنها أمواج ضخمة، والتي بإمكانها ضرب ثلاث قارات بقوة لا يوازيها شيء. تسونامي عملاق. هذا التسونامي هو تهديد كارثي. الحدث الذي نتحدث عنه هو حدث بإمكانه تغيير التاريخ. بالقرب من ساحل شمال أفريقيا هناك جزيرة بركانية تدعى لابالما، وهذه الجزيرة التي تبدو هادئة هي مكان حدوث قصة مرعبة. مياه عميقة، ستكبر موجة، الأمر مخيف. مؤلفا هذه القصة هما ستيفن وورد وسايمون دي. هذان الرجلان يعتقدان أنه في يوم من الأيام سترتفع موجة ضخمة من المياه بالقرب من الساحل. سيصل طول الموجة إلى 900 متر، وستكون قوية كفاية لتدمر جزءاً كبيراً من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. هذه الموجة المرعبة معروفة باسم تسونامي الضخم. هذه الأمواج أضخم بكثير مما رآه أحد من قبل. تنظر إليها وترى هذا الشيء الضخم الممتد إلى 900 متر في السماء. تخيل جبلاً ثم تخيله يتحرك. سرعة الموجة تعتمد على عمق المحيط، فعمقه يزيد سرعة الأمواج. مئات الأميال في الساعة، سرعات توازي طائرات النفاثة. الموجة ستستغرق 9 ساعات للوصول للساحل الشرقي للولايات المتحدة. هذه في مياه عميقة، صحيح؟ مياه عميقة، ستكبر موجة. إذن في منتصف المحيط ذبذبة واحدة فقط ستنتشر ليسفر عنها 20 موجة. بالعادة أقواها تكون بالقرب من المقدمة. عندما تقترب موجة من ساحل أمريكا الشمالية ستكبر لتصل طول 30 متراً وتضرب الساحل الغربي بأكمله. الأمر مخيف. من كندا إلى الولايات المتحدة إلى الكاريبيان وصولاً إلى البرازيل، الحدث الذي نتكلم عنه سيكون حدثاً سيغير التاريخ. أكثر من نصف سكان العالم يقطنون على الساحل. أكثر منطقة ساحلية مأهولة بالسكان في الولايات المتحدة من بوسطن إلى العاصمة واشنطن ستضرب مباشرة من التسونامي الضخم، مهددة الملايين من الأرواح واتزان الاقتصاد العالمي. إن ضرب تسونامي ضخم مدينة نيويورك سيهدد أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة، أحد أكبر اقتصاد في العالم وأكبر بورصة في العالم. أسوأ سيناريو للأحداث لدى دي وورد من الصعب تصديقه، ولكنهما يزعمان أن التهديد حقيقي، وكشفوا العديد من الأدلة التي جمعوها من أقاصي الأرض. حيد ريفي متحجر واكتشافات من أعماق البحار، أدلة مخفية في الكهوف وشقوق في سطح الأرض، جميعها تدعم ما يزعمان وتبرهن اقتراب كارثة ذي أبعاد تاريخية. فقط مثيرات محدودة يمكنها أن تثير قوة تسونامي المدمر هذا. ربما أكثرها وضوحاً هي المذنبات، كالمذنب الذي يدعى إلدانن. منذ أكثر من 2 مليون عام ضربت الأرض قبالة الساحل في تشيلي بقوة قنبلة ذرية. الانفجار تسبب بموجة طولها 3 كيلومترات، وأسفر عنها سلسلة من الأمواج ضربت كلا من كاليفورنيا، هاواي، واليابان وأستراليا. لم يشهد أي إنسان حدثا مثل إلتانن، ولكن مثيرا آخر للتسونامي أصبح حقيقة مؤخرا.
يا إلهي، انظر إلى هذا، انظر، هذه الموجة يعادل طولها 6 أمتار. يا إلهي. عام 2004 ضربت تسونامي أرجاء سواحل آسيا الجنوبية الشرقية. يا إلهي، هذا مخيف حقا، هذا أمر مخيف، إنه حقا مخيف. ماذا سوف نفعل؟ بمجرد ساعات أكثر من 250,000 شخص خسروا حياتهم. كأي تسونامي، سوماترا كان مفاجئا وعنيفا. مصدره كان مخفيا، قنبلة موقوتة مدفونة في باطن الأرض. كالأحجية، قشرة الأرض مصنوعة من 12 صفيحة تكتونية. الصفائح تطفو وتتحرك فوق نواة منصهرة، تدفع وتنزلق بجانب بعضها البعض باستمرار. مصدر تسونامي سوماترا كان حيث اصطدمت صفيحة الهند مع صفيحة بورما. كانت إحدى الصفائح تنزلق أعمق أسفل صفيحة أخرى، ولكن الصفيحتين علقتا ببعض. ما يحدث هو تراكم الضغط ببطء. هذه الصفيحة تريد المرور ولكنها عالقة، وبعد 200 عام تقريباً انزلقت وتخرج ضغطاً دام 200 عام دفعة واحدة. عندما تحررت الصفيحتان وقعت إحداهما بينما انطلقت الأخرى إلى الأعلى. الطاقة المنبعثة كانت 23,000 مرة أقوى من القنبلة الذرية التي ألقيت على ناغازاكي. الموجة الأولية كان طولها مئات الكيلومترات عقب الانفجار في باطن البحر. عندما ضربت اليابسة امتدت الأمواج وتراجعت وامتدت وتراجعت مجدداً لعدة ساعات بقوة فتاكة. تخيلوا عملاقاً في وسط المحيط يمسك أرض البحر ويرفعها بأكملها، وجميع المياه تنزلق لداخلها. هناك الكثير من المواد بداخلها، إنها مليئة بالحجارة والرمال والأنقاض والسيارات، يضرب الناس حتى الموت مبدئياً. لا يغرقون بل يضربون حتى الموت. تسونامي عام 2004 كان مدمراً، ولكن التسونامي بمقدوره نظرياً الإسفار عن كارثة أكبر. التسونامي الذي نتحدث عنه سيكون أكبر بكثير من تسونامي سوماترا. الذي نقصده هو أن الساحل سينتهي به الأمر مثل ساحل سوماترا. مساحة من الدمار تصل إلى 2 أو 3 كيلومتر، تنتشر من الساحل إلى داخل المدينة، تمتد من كندا إلى الولايات المتحدة إلى جزر الكاريبي إلى البرازيل، وربما إلى المناطق المقابلة لها في شمال إفريقيا وأوروبا. خطر تسونامي الذي يهابه دايوا وورد لا ينبع من المذنبات أو الزلازل. يتوقعان أن الموجة ستنبع مباشرة من جزيرة لابالما ذاتها. لابالما جزيرة هادئة، أقل من 100,000 شخص يقطن بها في قرى صغيرة، يطغى عليها مظاهر طبيعية كبيرة، ولكن جمال لابالما يخفي خطراً محدقاً. الثلث الجنوبي من لابالما يسيطر عليه بركان قديم يدعى كومبريفيا. كومبريفيا لا يبدو كبركان اعتيادي، لا يحتوي على فوهة ضخمة بل على قمة جبل كبيرة تحتوي على فتحات وحفر.
بنيت على مدار مئات آلاف من السنين. يبدو بركان كومبريفيا حميداً، ولكن بالنسبة لديوا وورد إنه جاهز لإطلاق تسونامي ضخماً. ولكن كيف يعقل هذا؟ كيف يمكن لبركان إطلاق قوة محيطية فتاكة؟ الطريقة التي نتخيل أن كومبريفيا سيسفر عن تسونامي ضخم هي بأن ينفصل جزء منه وينزلق إلى البحر. مثير تسونامي المحتمل قطعة ضخمة من الحجر يصل طولها إلى 24 كيلومتر تقريباً، وعرضها 24 كيلومتر، وسمكها 3 كيلومتر. ومع أنه يبدو ثابتاً، إن كسر جزء منه فسيتحرك بسرعة كبيرة. كأقصى سرعة، هذا الجزء من الحجر سيتحرك 50 إلى 100 متر بالثانية، هذا بسرعة القطار السريع. وفقاً لديوا وورد، انهيار كومبريفيا سيسبقه أسابيع من العنف. الفتحات على قمة البركان ستقذف الكثير من الغبار البركاني وتعتم السماء. الحمم البركانية ستتدفق من الشقوق وتنساب أسفل المنحدر إلى البحر الحار. نيران حارقة ستشعل الغابات وتحرق جانب الجبل. الزلازل ستزحزح الأرض الصلبة وتدمر القرى والقرى الصغيرة. ومن ثم ببطء في البداية، 500 كيلومتر مربع من الجزيرة ستبدأ بالانفصال، ثم تنشأ الموجة، موجة بحجم جبل يصل ارتفاعها إلى 900 متر. بغضون دقائق معظم جزيرة الكناري ستدمر، وبعد ساعة سيدمر تسونامي الضخم أجزاء من أفريقيا الشمالية وأوروبا. قبل نهاية النهار، أمريكا الشمالية وجزر الكاريبي وأمريكا الجنوبية ستواجه أمواجاً عاتية وستعبر من خلال الشجر هناك. من الصعب تصديق أن جزيرة بركانية بإمكانها إثارة تسونامي ضخم. المذنبات نعم، الزلازل تحت الماء هو أمر شهدناه، ولكن يشك العديد بأن جزءاً ضخماً من كومبريفيا سيقع بسرعة عالية في البحر. هل هذه الكارثة ممكنة؟ بعيداً جداً عن جزيرة لا بالما على جزيرة هاواي الكبيرة تحدث أحداث غامضة تجعل من تهديد لا بالما يبدو واقعياً أكثر. هنا أكثر البراكين نشاطاً في العالم كيلويا، ربما سينفصل ويتجه نحو المحيط مبتعداً عن الجزيرة. العوامل التي تفصل هذه الجزيرة عن بعضها يمكننا رؤيتها بوضوح في بركان يعرف باسم الصدع الكبير. يصل طوله إلى 13 كيلومتراً تقريباً، وعرضه 15 متراً، وعمقه أكثر من 16 متراً. يعتقد العديد أن هذا الصدع سيسفر كارثة ستحدث قريباً. محققون كمايك بولاند يراقبون بركان كيلويا، بخلاف كومبريفيا يتم مراقبته عن كثب، ولسبب وجيه. باستخدام مجسات تحديد المواقع، بولاند يتابع حركة ملحوظة في الجزء الجنوبي من كيلويا الذي هو غير مرئي للعين المجردة. الجانب الجنوبي بحراك مستمر يتحرك بنسبة 7 أو 10 سنتيمترات في السنة، وهذا التحرك ثابت ولا يلين، إنه يحدث باستمرار. لذا حتى وإن وقفت على الجزء الجنوبي لعدة ساعات قليلة فخلالها تحرك الجزء الجنوبي إلى المحيط قليلاً. حركة الجزء الجنوبي ثابتة كعقارب الساعة، ولكن منذ فترة قصيرة اكتشف العلماء أن أجزاء من براكين ككيلويا وكومبريفيا يمكنها التحرك فجأة وبسرعة. في شهر نوفمبر عام 2000 حدث لأول مرة ما ندعوه زلزال بطيء أو صامت، وحينها الجزء الجنوبي لكيلويا مال بشكل مفاجئ خلال مدة تصل إلى 24 أو 36 ساعة نحو المحيط بمعدل 2 إلى 5 سنتيمترات. لذا أنت تتحدث عن جزء كامل من جبل، هذه ملايين الأطنان من الحجارة تتحرك كقطعة واحدة باتجاه المحيط، سرعة خيالية. 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة في النهار،
يتم مراقبة كيلوية عن كثب من خلال نظام شامل من المجسات الأوتوماتيكية. المسح الميداني يستخدم كدعم للتنبؤ بالحركة الفجائية التالية. من الصعب تحديد إن كان الجزء الغربي لكيلويا سيسفر عنه كارثة أو سيكمل طريقه كما هو الآن. وقوع جزء من البركان في الماء هو أمر كبير جداً ولا يمكنني استيعابه أبداً، يشبه ضرب مذنب للأرض. أجد صعوبة بتخيل ماذا سيحدث إن حدث هذا. مع أنه من الصعب تخيله، هناك دلائل تشير إلى أن أجزاء من براكين في هاواي سقطت في الماء من قبل وأسفر عنها أمواج ضخمة. عليك فقط معرفة أين تبحث. على جزيرة لاناي بعيداً عن الساحل على أطراف الجبال أكثر من 300 متر فوق سطح البحر، وجد المحققون شعاباً مرجانية. تبقى كيفية وصول المرجان إلى هنا لغزاً. أعتقد أن الغموض المتعلق بالمرجان الذي وجدناه في هاواي إنها كبيرة جداً، أقصد هذه ليست شعاباً مرجانية صغيرة، وبسبب ذلك أعتقد أن العديد من الأشخاص واجهوا صعوبة بفهم حجمها. في البدء ظن الناس أن الشعاب المرجانية كانت عالية لأنه ربما قبل زمن كان منسوب البحر أعلى. اقترح آخرون أن الشعاب المرجانية ارتفعت من المحيط مع نمو الجزر. ميك ميرتري يعتقد غير ذلك ويشير إلى دليل واضح. الشعاب المرجانية غير سليمة، إنها غير سليمة وتبدو وكأنها رميت هنا. يعتقد ميك ميرتري أن هناك تفسيراً أفضل لظهور الشعاب المرجانية. هناك آلية أخرى لربما أدى إلى اصطدامها بجانب الجبل، تسونامي ضخم. وإن كان هذا صحيحاً، يظن ميك ميرتري أن التسونامي خلف دلائل أخرى. على قاع البحر المحيط بجزر هاواي وجد الباحثون هضبة ضخمة، تكون جيولوجي يصل حجمه إلى أكثر من 8300 كيلومتر مربع. في البدء اعتبر كجبل تحت الماء، ولكن الآن تم تقبل أنه بقايا من انهيار بركاني. لمحاولة معرفة قوته خذوا بعين الاعتبار ثوران سنت هيلين. في 18 من شهر مايو عام 1980 قرابة 8:30 صباحاً ثار بركان سنت هيلين ثوراناً عنيفاً. هذا الحدث هو أكثر ثوران بركان فتكاً في تاريخ الولايات المتحدة، كما أسفر عنه أكبر انهيار صخور مسجل تم مشاهدته. الانهيار كان ضخماً، ولكن الانهيار قبالة ساحل هاواي كان 400 مرة أكبر. ها هو الحدث، وهنا الموجة الأولية، موجة ضخمة تضرب الساحل الغربي للجزيرة وأسفرت عن وقوع قطعة كبيرة من جزيرة هاواي إلى قاع البحر. المحاكاة على الحاسوب للانهيار أظهرت أن هذه الانهيارات أسفرت عن سلسلة من أمواج تسونامي التي غمرت جزر هاواي. الانهيار سمي بأليكا 2، ويعتقد ميك ميرتري أنه اقتلع الشعاب المرجانية من قاع البحر وألقى بها على الجبال. إن كانت أليكا 2 السبب وراء مخلفات الشعاب المرجانية، يعلم ميك ميرتري بوجود حقيقة واحدة تثبت أقواله: عمر الانهيار عليه أن يساوي عمر الشعاب المرجانية. لتأريخ الانهيار قاس ميك ميرتري نسبة الأنقاض البحرية التي انهارت وتجمعت في قعر البحر خلال ألفية. اعتبروا الأمر مشابهاً لغبار على بيانو، إنه يتراكم ويمكنك معرفة كم من الوقت كان البيانو موجوداً هناك، لأنه عليه الكثير من الغبار، صحيح؟ ويمكنك عمل نفس الشيء مع هذه الانهيارات الضخمة. في مختبره
يحضر ميك ميردري قطعاً قديمة من الشعاب المرجانية ليؤرخها. تم وزن الشعاب المرجانية وتنظيفها وسحقها. عندما قارن ميك ميردري التواريخ وجد ما كان يبحث عنه، تاريخ انهيار أليكا 2 والعديد من الشعاب المرجانية متشابه. جميع الدلائل تشير إلى تسونامي ضخم، وهو الأمر الوحيد الذي يمكننا التفكير به والذي بإمكانه إنتاج هذا. الأمر لا يمكن مناقشته بعد الآن. من المؤكد أنه نتيجة حدوث تسونامي، ماذا غير ذلك؟ أصبح الأمر واضحاً لمحققين كميك ميردري أن البراكين يمكنها أن تؤدي إلى حدوث تسونامي، والعلماء لا زالوا يجدون دلائل في هاواي لأحداث تسونامي قديمة. يعتقد ميك ميردري أنه حان الوقت لأخذ تهديد انهيار بركان لا بالما على محمل الجد. تحرك الأجزاء البركانية لا يتم مراقبتها كما يتم مراقبة الظواهر الأخرى. يعلم الناس أن هناك زلازل وأن هذه الزلازل تسفر عن حدوث تسونامي. بالواقع إنها لا تسفر عن أكبر تسونامي. بالمقارنة مع الدراسة التي أجريت على حركة أجزاء البراكين، تعد صغيرة نوعاً ما. نحن ننتظر التسونامي التالي. السبب وراء انهيار أجزاء من البراكين لا يزال لغزاً. إنها ربما مجرد كتلة من البركان التي تسحبها قوة الجاذبية. ربما إنها صهارة تسبب الصدغ وفوهات التي تحرر الأجزاء. بحثاً عن دلائل، يذهب المحققون حيث لم يذهب إلا القليل من قبل، إلى داخل البراكين. في جزيرة الكناري في لا بالما، سايمون داي وستيف وورد يدخلان بركاناً رطباً هامداً. تم حفر أنفاق عديدة للوصول إلى خزانات من المياه العذبة. المياه المستخرجة من المناجم هي مصدر المياه الأساسي في لا بالما، ولكن بالنسبة لدي وورد المياه هي أيضاً مصدر تهديد. يعتقدان أن المياه ستلعب دوراً أساسياً في سيناريو نهاية العالم. إنها المياه التي بإمكانها الدفع بالجزء الجنوبي لبركان كومبريفيا في المحيط، مسببة تسونامي ضخم. كومبريفيا مشبع بالمياه. المياه مكسوة بالأعلى بطبقة سميكة من الرماد والصخور. صفائح من الحمم البركانية تدعى سدود. تحجز المياه من الجانب وتحكم عليها الإغلاق في مكانها. هذه المياه المحتجزة يمكنها أن تصبح كالقنبلة خلال ثوران مستقبلي. بعض السدود داخل البركان تحجز المياه بينهم، ثم يحدث ثوران آخر، والمزيد من الحمم البركانية تخرج منه. الحمم البركانية في السدود الجديدة ساخنة جداً، 1093 درجة مئوية، لذا فإنها تسخن الماء. إن تمكنت المياه من الخروج فسوف تتبخر، ولكنها بالطبع عالقة بين السدود، لذا فإن المياه واقعة تحت ضغط كبير تسخن المياه ويزداد الضغط، وهذا الضغط الزائد يدفع بالحجارة إلى إحدى الجانبين، والذي نعتقد أنه سيكون السبب في انهيار جزء البركان خلال انفجار مستقبلي. هناك مواد مسامية جداً، هناك كمية كبيرة من الماء، لذا عندما تأتي السدود يعتقد داي وورد أن المياه المضغوطة ستدفع بكومبريفيا للانفجار. السبب أن كومبريفيا يظهر عليه علامات، إنه يتجه نحو البحر. لأكثر من 36 يوماً عام 1949 ثار كومبريفيا بشكل عنيف، أسفر عن ظهور فوهات ودفع بالحمم البركانية باتجاه البحر. الجزء الجنوبي من الجزيرة هزته العديد من الزلازل القوية. كذكرى مؤلمة، هويو نيغرو يذكرنا بعنف الانفجار البركاني الذي حصل عام 49. ولكن بداخل هذه الفوهة هناك سبب غير واضح ولكن عميق. الجزء الجنوبي انخفض كثيراً إلى مستوى البحر.
إن نظرتم إلى هناك ستجدون طبقة من الرماد الأصفر مع بقعة سوداء في منتصفه هناك. اتبعوا البقعة السوداء إلى الجرف ثم تنحدروا مترين إلى الغرب ويمكنكم رؤيتها تشق طريقها. الجزء الغربي لكومبريفيا يبدو أنه انفصل عن الجزيرة. ربما انفصل البركان بفعل صدغ يمتد بجانب الجبل لأكثر من 3 كيلومترات. لا يمكن رؤية معظم الصدغ، إنه مخبأ مدفون تحت الصخور والحجارة أسفل سطح ممرات معروفة. ولكن الصدغ يؤدي إلى حدوث تشققات في الأسطح الظاهرة للعيان، وعندما يظهر فالنتيجة هي واحدة. إلى الجهة الجنوبية من الصدغ الجزيرة انخفضت بشكل واضح. إنها تماماً كما ذي قبل، الجهة الغربية انخفضت لمترين مقارنة بالجهة الشرقية هنا. النقاد يقولون إن هذا ليس صدغاً بل مجرد شق بالسطح. دي وورد يخالفانهم الرأي ويشيران إلى أدلة دامغة كالصدغ الفوهة تمتد بخط متناسق ومباشر. الجهة الغربية من الفوهة تتحرك باستمرار باتجاه البحر. بما أنها حدثت خلال زلزال، إنها طويلة ومستقيمة. عندما تمشي مع الصدغ وتقيس وتقارن بين الجانبين تحصل على نتيجة وطريق متناسبين. بما أنني عالم زلازل، هذا مقنع جداً. إن كانت الفوهة مجرد شق ظهر خلال الزلزال، يدعي داي وورد لكان هناك شقوق حول الجزيرة. سطح البركان سيبدو كزجاج أمامي محطم، ولكن هذا ليس الواقع. لهؤلاء المحققين كومبريفيا ضعيف، لربما الانهيار لن يحدث قريبا ولكنه محتوم. بعض أكثر الدلائل وضوحا يفضل تقصيها من السماء. تاريخياً شهدت جزيرة لا بالما تغيرات دراماتيكية. انهارت المنحدرات إلى البحر، ثقب كبيرة انفجرت مخلفة فوهات ضخمة. يعتقد داي وورد أن ماضي لا بالما الفريد سيكون له تأثير كبير على العالم، على مصير مدن عديدة وعدد لا يحصى من الأرواح. السيناريو الذي يتوقعانه بدأ قبل زمن بعيد. لا بالما كانت موطناً لبركان آخر يدعى كومبري نويفا. انتهى عهده نهاية مفاجئة وعنيفة قبل 560,000 عام، وغيرت معالم جزيرة لا بالما. بعد الانهيار ظهرت سلسلة من الفوهات سببت 3 صدوع، بينما تدفقت الحمم البركانية من الفوهات الجديدة ظهر بركان كومبريفيا. أعوام تكون كومبريفيا حرجة بالنسبة لدي وورد، هذا لأنه الجزء الغربي تكون على الأنقاض. بقايا بركان كومبري نويفا، هذا يجعل من الجزء الغربي غير متزن بطبيعته. ولكن الأمر الأهم أنه مع مرور الوقت تحولت الصدوع. أولاً الصدع الشمالي الغربي أصبح خامداً وتبعه الصدع الشمالي الشرقي. اليوم منطقة الشمال الجنوبي متبقية لوحدها، إنها المنفذ الوحيد لثوران البركان مهددة بتدمير الجزيرة بأكملها. هذا النمط من اختفاء الصدوع يرى مراراً وتكراراً في السجلات الجيولوجية قبل انهيار البركان مباشرة. ستيف، ما نفعله الآن هو التحليق إلى منطقة الصدع الشمالي الغربي، وهذا هو البركان النشط. لذا ما نراه هنا هو كريتر جييدي وهيو نيغرو ونامبروكي، جميعها تحدد هذا الخط الشمالي الجنوبي من فوهات البراكين التي عبرت من خلال البركان في آلاف الأعوام الأخيرة.
وهذا كله جزء من إعادة تشكل البركان. هذا النوع من إعادة التشكيل دليل على اقتراب حدوث انهيار. ما نراه كنمط على هذه الجزر البركانية أنه هناك إعادة تشكيل جوهرية في بنية البراكين مع انخفاض عدد الصدوع قبل حدوث الانهيار. بالنسبة لديوا وورد، منطقة الصدع النشطة تعمل كمجرفة تدفع الجزء الغربي باتجاه المحيط. إنه دراماتيكي بالفعل. للعديد من السنين كنا نصمم هذا على حاسوبي. من الرائع رؤيته على الحقيقة. ها هو، إنه رائع، رائع جداً. الدلائل التي جمعت في الميدان تنبه لوجود خطر. خلال ثوران مستقبلي لربما سينهاركم بريفيا بشكل كارثي، وإن حصل هذا فإن الجزء الغربي سيقع في البحر. ولكن هل سيثير تسونامي ضخم سيدمر سواحل بعيدة عنه تماماً؟ كيف تحسب قوة تأثير موجة لم يرى أحد لها مثيلاً من قبل؟ مختبر OH هينزل للبحث بالأمواج في جامعة أوريغون الحكومية يمتلك أكبر مولد للتسونامي في العالم. علماء التسونامي كهيرمان فيرت يأتون إلى هنا ليروا ما لم يرى من قبل. كعلماء تسونامي ربما لن نرى موجة تسونامي فعلاً بالرغم من عدد المرات التي نذهب بها للعمل بالميدان. كجزء من عمله يحقق فريت ببعد المدى الذي يمكن أن يصل له تسونامي ويبقى فتاكاً بها. لديهم مجسات داخل الحجرة، لديهم الألوان الأساسية على الجانب. الأجوبة على هذا السؤال تعتمد على سبب حدوث تسونامي. التسونامي التي يسببها الزلازل كسوماترا يسفر عنها سلسلة من الأمواج المتباعدة جداً والتي تصل إلى مسافات بعيدة. يقال إنها لها طول موجة طويل. التسونامي ذو الموجة الطويلة يمكنه وصول آلاف الكيلومترات والمحافظة على قدرته المدمرة. انهيار كومبريفيا سيكون مختلفاً. سيسفر عنه أمواج ذو موجات قصيرة. يعتقد أن هذه الأمواج ستنتشر وستخسر قدرتها على التدمير عندما تعبر المحيط الأطلسي. في المختبر يحضر الفريق لمحاكاة انهيار كومبريفيا. هل التسونامي المتوقع حدوثه سيحافظ على قوته ليدمر مدناً بعيدة؟ نحن مستعدون للإطلاق. مراراً وتكراراً يصمم فريت وفريقه محاكاة لانهيار كومبريفيا. تصورها العديد من الكاميرات والمجسات. النتائج واضحة. ما نكتشفه هنا أنه لدينا موجة عاتية أكبر من أي موجة رأيناها مسجلة في التاريخ. في المصدر في لابالما إن انهار الجزء الغربي بأكمله محصلاً سرعات عالية فوراً فسنحصل على موجة محلية ضخمة. في البداية دعمت بيانات فريدز ادعاءات ديوا وورد، ولكن هناك أمر ما. التجارب تكشف بينما تتحرك الموجة الأولى من لابالما. ستشكل العديد من الأمواج. بينما تنتشر سلسلة الأمواج ستخسر قوتها بسرعة عندما تصل الأمواج السواحل البعيدة للمحيط الأطلسي. سيتكون لديك سلسلة من الأمواج التي تقترب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ولكنها ستكون أصغر بشكل ملحوظ بالمقارنة مع طول الموجة الأولى في لابالما. سيكون طول الموجات عدة أمتار فقط وليست بالضرورة مدمرة. الكارثة المحتمل حدوثها بسبب كومبريفيا ربما ستكون مدمرة للجزر المحلية، مهددة عشرات الآلاف من الأشخاص.
ولكن هل ستخسر الموجة قوتها فعلاً لدى وصولها إلى الساحل الشرقي من أمريكا الشمالية؟ سايمون داي وستيف وورد لا يعتقدان ذلك، يعتقدان أن نماذجهما على الحاسوب دقيقة 20 أو 30 أو 40 متراً من الساحل من اتجاه جزر الكاريبي. يزعمان أن النماذج قيمة جداً، ولكنها لا تضاهي تعقيد التفاصيل على جهاز الحاسوب. أعمل محاكاة فيزيائية، هذا يعني استخدام قوانين الفيزياء على أتم وجه، وهذا يعني الجاذبية والاحتكاك ومقاومة الرياح، وتدخل هذه البيانات على جهاز الحاسوب وتدعه يكمل المهمة. تلقينا الكثير من النقد بخصوص عملنا خلال سنوات، إن كان الحجم كما نقول والسرعة كما نعتقد أنها ستكون، إذن سألتزم بحدسي. ثقة داي وورد ليست تبجحاً زائفاً، يظنان أن نموذجهما يمكنه التنبؤ بالتسونامي مستقبلي لأنه حاك بنجاح أحداثاً حدثت في الماضي. في 13 مارس عام 1888 في بابا نيو غيني، بركان ريتر آيلاند ثار بعنف، وقطعة حجمها كيلومترين تقريباً من جانب البركان وقعت في البحر، جعلها أكبر انهيار جانبي مسجل في التاريخ. الانهيار أثار سلسلة ضخمة من الأمواج يعادل طولها 15 متراً تقريباً، والتي حطمت سواحل تبعد مئات الكيلومترات عنها. نموذج داي وورد يماثل أقوال الشهود بدقة لا متناهية، ولكن هناك المزيد. يبدو أن تسونامي ذا الأمواج القصيرة يمكنه المحافظة على قوته لمسافات بعيدة. في تجربة أخرى يستخدمان نموذجهما لمحاكاة تسونامي آخر حديث. في يوليو عام 1958 في ليتويا باي ألاسكا، انهيار أرضي أدى بسقوط ما يعادل 53 مليون متر مربع من الصخور في الماء وأثار تسونامي. الموجة اندفعت إلى الجهة المقابلة من الخليج ووصلت لارتفاع يعادل 524 متراً، وعبرت الخليج بسرعات تعادل 96 كيلومتراً في الساعة. مجدداً، نموذج داي وورد صور هذا الحدث بدقة. إذن النموذج ناجح فعلاً، يعطي نتائج صحيحة، وهذا يعطينا الثقة أن النموذج ناجح بتنبؤ ماذا سيفعل انهيار لابالما فيما يخص حدوث تسونامي ضخم. إن انهار كومبريفيا فسيطرح سؤالاً مهماً، ماذا يمكننا أن نفعل لمواجهة هذه الكارثة؟ في الولايات المتحدة التخطيط من أجل الكوارث الطبيعية يقع على عاتق السلطات المحلية. في مدينة نيويورك أي منبه للكوارث سيبدأ بالرنين هنا؟ 551 غرب 86. مكتب إدارة الطوارئ والذي يعرف أيضاً باسم العصب المركزي للمدينة. مركز المراقبة هي نقطة التنبيه لنا على مدار الساعة، إنهم يراقبون الاتصالات الإلكترونية داخل وخارج المدينة وحول العالم طوال اليوم كل الأيام، يدفع لنا للتفكير بأسوأ الأمور التي يمكنها أن تحدث والتخطيط لها. الكوارث هي عملنا. في مكتب إدارة الطوارئ المستجيبون مستعدون دوماً لجميع التهديدات الفتاكة، الهجمات الإرهابية وأعمال الشغب والكوارث الطبيعية كالزلزال والعواصف والأعاصير، يراقبونها جميعها. فلتبقى على المسار الأصلي، لا تغيره، إلى الآن لا يوجد إصابات. بالنظر إلى جغرافية المدينة، المخاطر التي تنبع من البحر تشكل خطراً مميتاً. تتكون مدينة نيويورك من 8,400,000 نسمة، يقطنون في مساحة تعادل 428 كيلومتر مربع، تتكون من 3 جزر وشبه جزيرة تعلو 15 متراً عن سطح الماء، لذا نحن عرضة للخطر. سيناريو تسونامي هذا هو تهديد مدمر لمدينة نيويورك، واحتمالية حدوثه صغيرة ولكن عواقبه وخيمة، لذا نحن نفكر فيه ونخطط له. المشكلة تحت السيطرة.
إن بدأ بركان كومبريفيا بالثوران وهزت الزلازل الجزيرة، مخططو طوارئ في نيويورك ومكتب العمدة سيواجهان مشكلة عصيبة. متى سيأمرون بإخلاء المدينة؟ الأشخاص القاطنون في مناطق منخفضة كأجزاء كبيرة من بروكلين، كوينز ومنهاتن السفلية ستكون أكثر عرضة للأمواج الفتاكة. نقل الجميع إلى بر الأمان سيتطلب 18 ساعة. إن انتظر المسؤولون إلى بعد انطلاق التسونامي، عملية الإخلاء ستصبح سباقاً ضد الوقت، لأن الموجة بإمكانها عبور المحيط الأطلسي بأقل من 9 ساعات، ويمكنها أن تضرب قبل أن يصل العديد إلى بر الأمان. ولكن إن أعطي الأمر بالإخلاء مبكراً، وثوران كومبريفيا لم يسفر عنه انهيار، التكلفة المادية لإنذار كاذب ستكون كبيرة. 5 ساعات، هذه قاعدة أوليان على وشك بدء المساعدة الطبية. حوله إلى المركز الطبي قسم موزيس. في مكتب إدارة الطوارئ، حياة الملايين معرضة للخطر، وعملية الإخلاء هي الاختبار النهائي. الأمر بالإخلاء هو من أصعب الأوامر التي يعطيها المحافظ، لأنه وبالأخص في مدينة نيويورك يتعلق بأرواح الملايين. يمكن للوظائف أن تصبح صعبة التنفيذ بسرعة كبيرة. خلال كارثة يصبح الوضع مربكاً، وظيفتنا هي التواصل والتنسيق. خلال الإخلاء البورصة في مدينة نيويورك تصبح رقمية، ستغلق المرافق وتغلق الشركات. هناك 3 مناطق للإخلاء. الأشخاص في المناطق التي ستفيض يتم إخلاؤهم أولاً. سيطلب من السكان الذهاب إلى مراكز الإخلاء، ومن هناك يتم تحويلهم إلى ملاجئ. القنوات الأساسية للأمان ستكون بالنقل الجماعي. المسارات الرئيسة داخل وخارج نيويورك سيعيد توجيهها لتتحرك باتجاه اليابسة. دائرة الإطفاء للمدينة ستدعى لإخلاء المستشفيات، ودور العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة. مركز شرطة نيويورك عليه تطبيق أمر الإخلاء. بالرغم من الدقة في التخطيط، النجاح يعتمد على التنفيذ. ويتبقى هذه الأسئلة: ما عدد الأشخاص الذين سيتركون؟ ما عدد الأشخاص الذين سينجون من التسونامي الضخم؟ اليوم جزيرة لا بالما هادئة، البركان خامد والأرض كذلك، ولكن حتى الآن لديها الكثير لتقوله. بدأ يدرك المحققون أن البراكين التي تبدو ثابتة بإمكانها أن تتحرك، وعندما تتحرك لديها القدرة على تغيير العالم. هل سيتسبب ثوران مستقبلي بانهيار كومبريفيا بشكل مدمر؟ يحذر ديوا وورد من يشعر بالقلق حيال التهديد ومن يحاولون التقليل من حجمه. السؤال الأساسي بالطبع هو متى سيحدث الانهيار؟ متى سيضرب هذا التسونامي الضخم الذي نتنبأ به أرجاء الشمال الأطلسي؟ ولا نعرف الإجابة على هذا. سيكون هناك حاجة لمراقبة البركان عن كثب خلال ثورانه المستقبلي. لا بالما هي إحدى الجزر البركانية في العالم، لذا بركان لا بالما بالمراتب الأولى على اللائحة، ولكنه ليس الوحيد.